السادة المشاهدي قناة الحوار التونسي، مرحبا بكم تتابعون معنا آخر الأخبار الحاصلة في تونس، فابقوا معنا. انطلقت الحملة الانتخابية شبه الرسمية لعمادة المحامين بعد إعلان العميد الحالي السيد عبد الستار بن موسى عن عدم ترشحه لمنصب العميد مرة ثانية. ومن أبرز الأسماء التي بدأت تتداول للترشح لمنصب العميد كل من الأستاذ محمد النوري والعميد السابق البشير الصيد والأستاذة راضية النصراوي. وتجرى الانتخابات في شهر جويلية القادم في ظل استمرار حالة التوتر بين الحكومة والهيئة الوطنية للمحامين بسبب عدم استجابة السلطات التونسية لعديد المطالب التي رفعها قطاع المحاماة، من ذلك إحداث تغطية اجتماعية وصحية وإلغاء عديد القوانين التي تصفها هيئة المحامين بالمضيقة على مجال تدخل المحامي، ناهيك عن المطالبة بإلغاء قرار الحكومة الذي صدر في 2006 بإحداث معهد للمحاماة من أجل فرض تحكم السلطة في مداخل المهنة. انتهى شهر جانفي من هذه السنة على وقع المواجهة بين عناصر مسلحة وقوات الأمن الداخلي والجيش، وتحت وقع حملة اعتقالات لعناصر شبابية وصفهم النظام بالإرهابيين. وقد غطت هذه الأحداث على عدة تحركات احتجاجية ذات طابع اجتماعي مثل حركة المعطلين على العمل وعدة اعتصامات عمالية، كما شغلت المشهد السياسي والحقوقي الذي حاول السنة الفارطة إلقاء الضوء من خلاله هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بتونس على ذاكرة الشعب التونسي ونضالاته من أجل الحقوق والحريات خلال السنوات المنقضية، حيث يحتل شهر جانفي مكانة مميزة في الذاكرة التونسية على ما شهده منذ انتصاب حكم الحزب الدستوري في منتصف الخمسينات من أحداث خطيرة هزت البلاد. وقد اقترنت هذه الأحداث بانتهاكات ارتكبها النظام البورقيبي وتواصلت على يد التجمع الدستوري الديمقراطي إلى اليوم دون فتح تحقيق ودون معاقبة المتورطين فيها. ومن بين تلك الأحداث أحداث 26 جانفي 1978 الدامية، ففي هذا التاريخ نفذ العمال والنقابيون قرار الإضراب العام الذي كانت اتخذته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بزعامة النقابي الحبيب عاشور للدفاع عن استقلالية المنظمة الشغيلة والتصدي لأوضاع المتردية للشغالين المادية والمعنوية وتفاقم ظاهرة سوء التصرف في المال العمومي والاعتداء على الحريات الفردية والعامة. يوم 26 جانفي 1978 سقط العشرات من التونسيين والتونسيات المتظاهرين العزل برصاص البوليس والجيش من مختلف مناطق الجمهورية والأحياء الشعبية بالعاصمة مثل الملاسين وباب سويقة وباب سعدون ووسط العاصمة، وأوقف المئات من المسؤولين النقابيين الذين تعرضوا للتعذيب، مما أدى إلى وفاة اثنين منهم هما المناضلان حسين الكوكي وسعيد جاجي. وقد أحيل النقابيون على المحاكم بتهم مفتعلة وزج بهم في السجن، ونصب على رأس الاتحاد أشخاص موالين للحكومة. أما في 27 جانفي 1980 فلقد تسللت عبر الحدود الجزائرية التونسية مجموعة مسلحة تتركب من عناصر تونسية ذات ميولات قومية قادمة من ليبيا، ومن بين هذه العناصر أحمد المرغني قائد المجموعة، وهو مناضل وطني شارك في حرب الجزائر واعتقل في تونس في مطلع السبعينات 1972، وحكم عليه بالسجن في إطار التجمع القومي التقدمي لتحرير تونس، ولم يطلق سراحه إلا سنة 1976. وعبد المجيد الشاكر أصيل المكناسي الذي ناضل في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأوقف في تونس وحكم عليه مع المرغني في مطلع السبعينات وبقي في السجن إلى حدود 1978. وعزين الشريف الذي اعتقل في عام 1962 في إطار ما عرف وقتها بالانقلاب. وقد استقرت المجموعة لبعض أيام بقفصة، وفي الليلة الفاصلة بين يوم 26 و 27 جانفي 1980 هاجمت المجموعة ثكنة عسكرية بالمدينة واحتجزت أفرادها، كما هاجمت مقرات الشرطة وسعت إلى توزيع السلاح على المواطنين.
وقد أسفرت هذه العملية عن اعتقال معظم من تبقوا أحياء من المجموعة وإحالتهم على محكمة أمن الدولة وإعدام 11 عنصرا منهم فجر يوم 17 أفريل 1980 من بينهم المرغني والشاكري والشريف. وقد تعرض جميع الموقوفين إلى أشنع طرق التعذيب قبل محاكمتهم وأثناء إقامتهم بالسجن. وإلى حدود اليوم لا يعرف بالضبط ما الذي جرى في قفصة يوم 27 جانفي 1980 إذ أنه لم يفتح أي تحقيق في الأمر. تجددت أحداث جانفي مرة أخرى بعد 4 سنوات، ففي أواخر شهر ديسمبر 1983 قررت الحكومة برئاسة محمد مزالي تحت ضغوط صندوق النقد الدولي الذي كان يطالب بإلغاء صندوق التعويض والرجوع إلى حقيقة الأسعار وتحت إلحاح بورقيبة، زيادة مهولة في أسعار الحبوب ومشتقاتها وخاصة سعر الخبز الذي زاد بنسبة تفوق 110%. ففجرت هذه الزيادة انتفاضة شعبية عفوية في كافة أنحاء البلاد، كان منطلقها سوق لحد بالجنوب التونسي ثم اتسعت لتشمل الجهات الأخرى. ولقد بلغت أوجها يوم الثلاثاء 3 جانفي 1984 بتونس العاصمة، وقد استهدف المواطنون رموز السلطة من مراكز أمن ومقرات معتمديات وهياكل الحزب الحاكم، كما استهدفوا البنوك ومحلات تجارية ونزل. ولقد أسفرت هذه المواجهات ضد المتظاهرين عن المئات من الأبرياء رجالا ونساء وأطفال، اعترف النظام ب70 أو 80 منهم، وأحصت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 95 ضحية، ولكن العدد الحقيقي للضحايا كان أرفع بكثير بالنظر إلى اتساع رقعة الانتفاضة ووحشية رد فعل السلطة. وكان من بين الضحايا المناضل اليساري فاضل ساسي الذي اغتيل أمام نزل الانترناسيونال بالعاصمة، كما جرح عدد كبير من المواطنين وأوقف عدد أكبر خصوصا من الشبان المهمشين والعاطلين عن العمل. دعت جامعة صفاقس إلى ندوة علمية بمناسبة مرور نصف قرن على سن مجلة الأحوال الشخصية، إلا أن وزارة التعليم العالي تدخلت هذه المرة لإعلام القائمين على الندوة أن كل من الأستاذ عياض بن عاشور والأستاذ سناء بن عاشور غير مرغوب فيهما، وهو ما نفذته الجامعة في أحد السوابق الخطيرة التي تخضع الأبحاث الأكاديمية إلى تدخل من السلطة وتحويله إلى ميدان تصفية سياسية. أحيل يوم 23 جانفي المنقضي على أنظار الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس 7 متهمين أحضروا بحالة إيقاف، وقد تورط معهم 16 متهما آخرين أحيلوا بحالة فرار، وتتراوح أعمار المتهمين بين 21 و 32 سنة، وقد وجهت لهم دائرة الاتهام جملة من التهم المتعلقة بالانضمام إلى تنظيم إرهابي والعمل لتهريب أشخاص منتمين إلى هذا التنظيم وتكوين مجموعة تتبنى الفكر الجهادي السلفي. وتعود اعتقالات هؤلاء إلى مدينة منزل بورقيبة وتينجا وبنزرت على يد أعوان أمن الدولة. تعيش أهم مؤسسة بنكية تونسية البيارت هذه الأيام عدة مشكلات قد تطور إلى أزمة على أثر تقديم السيد شاكي بن ويرة لاستقالته، مثل ما ذكرت ذلك بعض المواقع الإلكترونية المختصة في الشؤون الاقتصادية وكذلك صحيفة الجريدة الإلكترونية. ويعود تاريخ الاستقالة إلى يوم 17 جانفي 2007 تاركا مع استقالته مهلة إلى حدود 1 مارس القادم قبل أن يغادر البنك. ويحتل السيد شاكي بن ويرة منصب الرئيس المدير العام للبيات التي تحتوي على 104 فرع في تونس. وتؤكد عدد مصادر أن سبب الاستقالة يعود إلى خلاف النشبة مع السيد إسماعيل مبروك صاحب النصيب الأهم على إثر اقتنائه لأسهم عديدة السنة الماضية. والملفت للانتباه أن بعد استقالة السيد شاكي بن ويرة تم شراء أسهم بقيمة 7.6 مليون دينار تونسي، علما وأن مجلس إدارة البنك يتكون من السادة شاكي بن ويرة وإسماعيل مبروك ومختار الفخفاخ وعزيز ميلاد ومحمد بوصبيع ومحسن حشيشة والهادي جيلاني ومحمد إدريس، إضافة إلى ممثل البنك الإيطالي والفرنسي. ينزل يوم 6 فيفري كل من مختار العفاوي ومحمد الشيحاوي ورياض الرمضاني أمام محكمة القيروان بتهم الهرج
والتشويش والاعتداء على الأخلاق الحميدة، وذلك على إثر قيامهم بتحرك نضالي بمدينة القيروان مطالبين بحقهم في الشغل، وقد تم إيقافهم من قبل البوليس وهم يرفعون لافتات باسم اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، وتم تسجيل ضدهم قضية وهم في حالة سراح. السادة المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برامج قناة الحوار التونسي. هذا الأسبوع عددنا لكم عددا من التقارير حول آخر الأحداث في تونس، أولها في علاقة بالمواجهات المسلحة التي عرفتها الضاحية الجنوبية للعاصمة أواخر شهر ديسمبر وبداية شهر جانفي، حيث انعقدت بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي ندوة حول الموضوع حضرها عدد من الوجوه السياسية والحقوقية في تونس. قناة الحوار تحولت إلى عين المكان ووكبت هذه الندوة، فكان لنا هذا التقرير التالي. يتواصل الجدل الكبير في الأوساط الشعبية والسياسية في تونس حول حادث الاشتباكات المسلحة وتداعياته على البلاد، فقد اختلفت التقييمات والمواقف حول ما حدث في أوساط النخبة السياسية والحقوقية في الوقت الذي ما زال فيه الغموض يلف أطوار الحادث وأسبابه ونتائجه، كما تواصل الاستنكار الشديد لتكتم السلطة على حقيقة ما حدث. وقد عبرت الأوساط الحقوقية عن قلقها البالغ بعد موجة الاعتقالات والمداهمات التي وصفت بالعشوائية والتي نفذتها السلطة بعد الحادث، وتخوفها الشديد على مصير الموقوفين والمفقودين التي تتكتم السلطة على مكان وظروف احتجازهم. هذا وعبرت بعض الشخصيات الحقوقية والسياسية عن تخوفها من كيفية توظيف النظام الحاكم لهذه الأحداث واستغلالها للانتقام من الخصوم السياسيين. قناة الحوار التونسي سلطت الضوء على هذه النقاشات والتساؤلات والهواجس من خلال ندوة نظمها الحزب الديمقراطي التقدمي بعد هذه الأحداث. هؤلاء تم استنطاقهم ونعلم ومتأكدون الظروف التي تم فيها عمل الاستنطاق. طيب ماذا جمعت من معلومات؟ هل صحيح ما يقال أن هؤلاء صردوا أمام التعذيب؟ هل صحيح أن هؤلاء رفضوا أن يعترفوا بأنهم أخطأوا وأنهم ندموا على ما فعلوا؟ هل صحيح أن أسئلة تبحث أي صحفي يحاول أن يذهب بالسؤال إلى أبعد من ذلك؟ إذا كان توفر في تونس نوعية من الأشخاص شباب مستوى يعني من 20 إلى 25 26 سنة مستعدون للموت وأن يفجروا قنابل بين أيديهم أو متفجرات بين أيديهم، وعلى استعداد أن يصمدوا أمام أجهزة التعليم وأجهزة الاستنطاق ويرفضوا أن يقدموا اعترافات متلبسة، ألا يعني ذلك أننا وصلنا إلى صناعة نوع جديد خطير من البشر؟ لكن كي تلقى النظام اللي بعد الخضة هذه وهي خضة وأحداث خطيرة، فهمني؟ يجي مش قادر باش يعقد ندوة صحفية يواجه فيها الصحفيين باش يعطي في مقر اللي هو مقر وزارة الداخلية، وهذا شيء طبيعي، ويعمل اجتماع في إطار الحزب، حزب الدولة، حزب الاحتكار، فهمني؟ يعني كيفاش قادر ينجم يحس نفسه معني؟ أنا معني بالأمر، ولكن ما نتصورش إنه شيء مقبول بتجيني كذا، شو خوف الصحفيين يبدو أسرى؟ ولا دابا راسا، فهمني؟ ولا احنا قضايا في البلاد هذه ماهيش قضايا، بلاد، ولهذا هذا عنصر عنده قيمة. كذلك الثورة هي السيدة اللي بالنسبة للمعلومات من ناحية الأحداث، ليومنا هذا ما فيناش واحد ينجم يقول عندي تصور واضح لتسلسل الأحداث، ما فيناش. مجموعة من الناس قرروا بأنه أي تغيير حسب ما يبدو لهم أو أي إصلاح حسب ما ينظرون إليه يجب أن يتم عن طريق الوقت المسلح. هذه المجموعة لم تنتهي بذلك، بل تمكنت من اختراق الحصار الأمني فتحقق أمرين خطيرين وهامين: الأمر الأول التدرب على السلاح، والأمر الثاني الوصول إلى السلاح وامتلاكه.
القائد يتم أخطر ما يمكن أن يحصل. إحنا الآن في تونس وتاريخية حتى التنظيمات السرية بسرعة تكشف تاريخنا بحكم طبيعة النظام السياسي طبيعة حتى النظام الاجتماعي. الحركات السياسية كانت تبقى فترة مؤقتة ثم ينكشف أمرها. ما حصل في الفترة الأخيرة هو التنظيم يستطيع أنه يتوغل ويتدرب ويهرب السلاح أو يشتري السلاح أو يسرق الأسلحة من بعض الفتيات. كل هذه تساؤلات لا نملك عليها إجابات دقيقة، ولكن أقول أنه عندما نصل إلى مستوى هذا المستوى من التنظيم ومن القدرة على رد الفعل فإننا نقول بلاد المسلمين في مرحلة متقدمة. ما قاله بعض الأسادة وخاصة الأستاذ الجورجي تحدث على تنظيم هكا دقيق وأن الناس وصلت إلى تمكن من السلاح وتدرب عليه وربما وصلت لكنت ثم معناها كأننا نحب نصدق قصة ما زلنا لا نعلم عنها شيء أو نثبت على هؤلاء الناس ربما ما لم تثبته السلطة نفسها. بالتالي يجب أن نكون خاصة مناضلي حقوق الإنسان والسياسيين بصفة عامة يكونوا دقيقين في حديثهم وتوصيفهم لهذه المجموعة. جابونا في الرواية الرسمية حاجة كثيرة برشا وتعديت بر الكرام. قالوا احنا رصدين ومسيت من الناس توا عام ونص. كيفاش هذا؟ كيفاش هذا ممكن؟ إذا كانوا صحيح من آخر ما فهمت. معنى فعلت فما ناس كذا وقعدت تتبع فيهم ربما من إعلامية كذا عام ونص ومن بعدين تلقى نفسك مواجهة أقل ما وقع فيها أنها المواجهة الأولى فضيحة. مجموعة من الأمن محدودة ولو والتجاوز للإشاعات تعاون الخبز سنين خبز وانت شوها وقصيدة وانت عكرانة وانت تبعهم طوى عام ونص. كيفاش كذلك عنصر أساسي تو تفكر رسك الأسعاب الأساسي هذا صوت النسابة مشى وخرج ورجع ودخل بلغت معك جينا فيك مخرج تصويرته في إيطاليا اليوم تو قالوا زي ما شفتاش قالوا لي تو في إيطاليا هو معروف كان معروف في إيطاليا إنه قايم بنشاط في اتجاه البوسنيا هذا وهذا حدث وكان سابق. سؤال نقطة استفهام شنو هي طبيعة العلاقة وشنو التصور السيد اللي خلاهم السيد باش جاي وما تبوش يعني نقاش استفهام جديد مش اتهامات شيء يعني عنده قيمته وعنده أهميته. وإذا بي قالوا لا وهذا مات دار ثلاثة في الواقع بتاع الخرانية بتاع السيمان في الوقت اللي فرموا طاية أخرى ملاحظين وذكروا هذا أنه في المستشفى العسكري فمني في الآخر الأسبوع 31 ديسمبر هو وجود هناك محاولوا ينقذوه الموت لحاجة في نفس كذا مش ينقذوه الموت لأنه ماذا بهم يمنعوا إنسان ماذا بهم يحاولوا يأخذوا الموت نحن وقعنا في الفخ لأن عندما تحدثت عن هذه المجموعة التي لا نعرف عنها شيئا أو على الأقل لا نعرف هل لها صلة بالخارج وما هو مدى هذه الصلة وما هو البرنامج المزمع تنفيذه في تونس صدقنا وكأن الأمر يتعلق بمجموعة سلفية كانت حقيقة تتدرب على رفع السلاح وحمل السلاح ودخلت إلى تونس لتقوم بينما ربما تفاجئنا الأحداث أو الأخبار لتقول لنا أن الخبر في حد ذاته كله غير صحيح. موجودة هذه المجموعة ولكن هي مجموعة دربت في تونس وتكونت في تونس وكان هو محاربة هذا النظام الذي حرمهم من حقهم في العمل وحرمهم من حقهم في التعليم وحرمهم من حقهم في السفر. الآن بلغتنا أخبار مؤكدة من السجن هذه الأيام أن وسائل جديدة تقوم بها السلطة ضد من هوكموا من الذين صدر ضدهم أحكام بسنوات عديدة من أجل انتمائهم السلفي. هذه أخبار تقول أن فرقة مختصة بالتعليم أصبحت تدورهم هذه الأيام في السجن وتريد أن تجند البعض منهم للقيام بأعمال تفيدها هي في الأبحاث في قضايا مترقبة أو متوقعة. وكانت أعمال التعليم قاسية كل ما لدينا هو أننا كنا نكاتب
قابل لتنفيذ العقوبات أو وكيل الجمهورية، وهنالك من الأشخاص خارج السجن من وقع إيقافهم ومضى الآن على إيقافهم ما يزيد عن 20 يوما دون أن يقع تقديمهم المحكمة. نحن رصدنا الأحداث منذ صدور القانون أو قانون دعم المجهود الدولي لمساعدة أو لمكافحة الإرهاب. كانت تلك البداية، وكأننا الآن، وهذا رأيي الشخصي، حصلنا في فخ بصرت إلى رسول الله. سنت قانونا لأحداث ستقع ولم تقع هذه الأحداث، والآن ها نحن نسمع عن قيام بعض العناصر بأعمال مسلحة ولا ندري كيف حصل ذلك ومن أين أتوا السلاح، وهل كانوا مقتنعين حقا ويريدون حقا أن يقوموا بأعمال مسلحة ضد بلادهم أو ضد السلطة القائمة في بلادهم. كانت الإيقافات خلال السنتين الماضيتين تستند فقط إلى وجود عناصر شابة تبحر عبر الإنترنت لتتعلم أو لتتصل بمجموعات سلفية، وكانت الملفات التي تقدم لنا كنا نقرأها ونقول عنها كمحامين ونعلق عليها بأنها لا تصلح لأن تكون موضوع إحالة على الطلاق، لأن الأسئلة التي كانت تلقى في هذه القضايا هي متى بدأت الصلاة، من الأشخاص الذين تلتقي بهم، ما هي الدروس أو المؤلفات أو الكتب التي تدرسونها. لما يبادر المحقق بين الدولة يسأله هل أنت سلبي جهادي، كان يقول له أعوذ بالله من الرجيم وأنا حزبنا الله ونعم الوكيل، هذه الإجابة يعني كان. فما بالك يعني لما يتصل بي بعض الأستاذ الرياضي المصراوي ما قبل 23 ديسمبر، هؤلاء يعني كان لما يعني صفحته مدت يعني يدا الأستاذ الرياضي المصراوي اللي كانت تصافحه فقام هكذا فصافحها بكمه ولم يصافحها باليد، يعني تفسير ديني ضيق للمسألة، لذلك هناك ضعف على المستوى الديني والعقائدي لهؤلاء من ناحية الفقهية والعقيدية، هم لا يولوا أي اهتمام للجانب الديني العقائدي، ما يهمهم هو أنه مشروع جهادي، مشروع جهادي يتم عبر تكفير المجتمع مستمدين أصولهم الفقهية من كتب ربما يمتدون من ابن قتيبة وصولا إلى أبو حمزة البصري وأبو قدادة مرورا بسيد قطب، ويعتقد أن هؤلاء الشبان مغرر بهم حقيقة أنهم ضحايا وفي نفس الوقت هم مذنبون، لأنه يعني علاقة يعني تكوين بما ما رواه الأخ سلاح الدين صحيح، يعني كان المحقق من الإشاعات أنه لما يبادروا المحقق بين الدولة يسأله هل أنت سلبي جهادي، كان يقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا حزبنا الله ونعم الوكيل، هذه الإجابة يعني كان. فما بالك يعني لما يتصل بي بعض الأستاذ الرياضي المصراوي ما قبل 23 ديسمبر، هؤلاء يعني كان لما يعني صفحته مدت يعني يدا الأستاذ الرياضي المصراوي اللي كانت تصافحه فقام هكذا فصافحها بكمه ولم يصافحها باليد، يعني تفسير ديني ضيق للمسألة. لو أن هذا الشباب يعني وجد أطر، وجد أحزاب، وجد منظمات و وجد أوضاع اجتماعية سليمة ووجد معناها طرق التشغيل سليمة ووجد معناها يعني لم يكن هناك هذا التفاوت المجحف بين فئات وطبقات داخل المجتمع، لو لم تكن هناك استفزازات، لأنه يعني فما أسباب عميقة وفما أسباب يعني قريبة مثل الحملة على الحجاب أو الحملة على ما يسمى على الشباب، يعني في خصوص الحربة الاستباقية الشأنة خصوص قضايا ما يسمى بقضايا الإرهاب، يعني هذه الأسباب البعيدة وهذه الأسباب المباشرة يعني شجعت معناها كانت نتيجتها معناها هذه الأحداث المرفوضة. راهو قانون مقاومة الإرهاب انتهكت به كثير من الحقوق في العالم وهذا معروف وفي تقارير منظمات حقوقية كثير. الآن في تونس ما يحدث الآن في تونس بالنسبة للذين يتهمون بالسلفية أو هم مطاردون أو هم معناها يقع تفتيش بيوتهم أو هم في حالة فرار، ما يقع هو
معناها شيء معناها باش اعطيكم مثال على الشهاده. زرت بعض العائلات اللي اولادهم مختفين معناها او موقوفين. كل عائله عندها ابن موقوف. ثم قصه الان تروج هي الجثث التي سلمت في الساعه الخامسه صباحا. كل عائله عندها ابنها موقوف والعدد كبير جدا. دائما سيناريو الموت حاصل في اذهانهم وعايشين في حاله رعب متواصله لانه ما يعرفوش على ابنائهم في اي مكان تاع ايقاف او اي مركز ايقاف او اي شرطه. ما حتى واحد نجاوبهم ولدهم وين. بالتالي كل امنيه العائلات انهم يعرفوا خبر واحد حي ام ميت، انه تعذب او ضرب او كذا، هذا ما يهمهمش. وانا قد زرت بعض العائلات، السؤال حي ام ميت، هذه حاجه. ثم تجاوز اخر، انه بعض الفارين قاعد يوقف ابناء الاعمام والاخوال. وهذه قصه مثلا قيس المحمدي من المحمديه، اعمامه واخواله بقوا 3 ايام موقوفين، معناها من اجل الضغط على الفار باش يسلم نفسه او الى اخره، فدنتهك حقوق. فانا كنا نلاحظ ان اعمال العنف التي وقعت ممارستها ضدهم تشابه اعمال العنف والتعذيب التي وقعت ممارستها خلال التسريبات مع حركه النهضه. الان بلغتنا اخبار مؤكده من هذه الايام ان وسائل جديده تقوم بها السلطه ضد من هوكموا من الذين صدر ضدهم احكام بسنوات عديده من اجل انتمائهم السلفي. هذه اخبار تقول ان فرقه مختصه بالتعذيب اصبحت تدورهم هذه الايام في السجن وتريد ان تجند البعض منهم للقيام باعمال تفيدها هي في الابحاث في قضايا متراكمه او متوقعه. وكانت اعمال التعذيب قاسيه، كل ما لدينا هو اننا كنا نكاتب قاضي تنفيذ العقوبات او وكيل الجمهوريه، وهنالك من الاشخاص خارج السجن من وقع ايقافهم ومضى الان على ايقافهم ما يزيد عن 20 يوما دون ان يقع تقديمهم المحل. واعتبرنا ذلك غير مبرر في ان يقع اعتقال وتمارس التعذيب على هؤلاء وفي حالتهم بالحال مع القضاء بمجموعات كبيره الان بعض حتى العدد، لكن البعض يقول بان هذه الايقافات في يعني عناصر من السجن تتراوح عددها بين 800 و 1000 وربما 1500 شخص، يعني العدد غير دقيق وغير منظور. حقيقة أسوة بما وقع ببعض الدول العربية، تم فتح حوار جدي مع أولاء داخل السجون، تم علاقة مباشرة مع بعض المفكرين والأئمة وعلماء الدين، اتصلوا بهم بسجونهم وكانت نتيجة ربما بين ظهرين إيجابية، لأنه لم يرجع هؤلاء على الفكر، لأنه كانت حتى من قيادات المراجعات التي قام بها فتحي سعودي وبعض من رموز الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد في مصر، كانت نتيجة فتح حوار جدي مع هؤلاء. نحن لن نتعامل كما تعاملت معهم السلطة بالمنطق الأمني. راح نكون عام حوار، الحوار هذا يعني باستعمال الأساليب المتاحة والأسلوب المتاح هناك، وأنه بإمكان المحامين الذين يلوبون بهذه القضايا الحوار مع الزيادة. التغيير لا يكون من وراء الشعب، سواء بانقلاب عسكري أو بمجموعات مسلحة أو بتفجيرات أو باغتيالات. وفي نفس السياق اتهمت عدد من المنظمات الدولية المختصة في حقوق الإنسان السلطات التونسية بالقيام بحملة اعتقالات شملت عددا كبيرا من الشباب الذين يتم اتهامهم حسب قانون مقاومة الإرهاب. قناة الحوار حاولت رصد مجمل الأحداث في علاقة بالقضايا الحقوقية في الموضوع واتصلت بعائلة أحد الموقوفين بقضايا مقاومة الإرهاب. نترككم مع هذا التقرير من تقديم الزميل توفيق العيش. اتصلت بعض العائلات في تونس بمقرات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الجمعيات الحقوقية والمحامين ليعلموا عن اعتقال بعض أبنائهم من طرف السلطات الأمنية واقتيادهم إلى جهات مجهولة. وقد تمت هذه الاعتقالات في الفترة الأخيرة على هامش حادث الاشتباكات المسلحة بين جماعة قيل أنها سلفية وقوات الأمن والجيش الوطني. وقد شملت هذه الاعتقالات حسب بيانات الأوساط الحقوقية في تونس
الشبان من مختلف جهات البلاد، ولا تزال السلطات الأمنية تتكتم عن مكان وأسباب اعتقالهم. وعبرت المنظمات الحقوقية عن خشيتها من تعرض الموقوفين إلى التعذيب لانتزاع الاعتراف منهم عنوة، وطالبت بتقديمهم في أسرع وقت إلى قاضي التحقيق حسب ما يضبطه قانون الإجراءات، وتمكين عائلاتهم من التعرف على مكان إيقافهم. ومن بين هؤلاء الشبان طالب عمار العبيدي الذي يدرس بمعهد الصحافة علوم الإخبار، وقد اعتقل يوم 23 ديسمبر 2006 من مسقط رأسه بولاية القصرين، واقتيد حسب تصريح عائلته إلى جهات مجهولة. وقد توجهت أم هذا الشاب إلى المصالح الأمنية بالعاصمة الذين أنكروا وجود ابنها لديهم. كما اتصلت عائلة مصطفى بن عمر اليهوب أصيلة العالي بن زبط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأعلنت عن إيقاف ابنها من طرف قوات الأمن يوم 15 جانفي 2007 من مقر عمله، وقد شهده شقيقه يوم 17 جانفي بمركز الفرقة المختصة بالنزر حسب ما ورد في بيان الرابطة. كما أعلنت عائلة محمد بن الشريف الطرابلسي أصيلة مدينة جرزونة ولاية بنزرت عن إيقاف ابنها المذكور يوم 9 جانفي 2007 من منزل والديه. وفي ولاية بنزرت أيضا أعلنت عائلة محمد مجدي المشربي عن اعتقال ابنها يوم 20 ديسمبر 2006، ولا تعلم شيئا عن مصيره إلى حد هذه اللحظة. وفي معتمدية العالية ببنزرت أعلنت عن عائلة هشام بن محمد البيدي فرع الرابطة بنزرت عن إيقاف ابنها يوم 15 جانفي 2007 من مقر عمله بسوق العالية من طرف أربعة أعوان أمن، ولا تعرف عائلته شيئا عن مكان إيقافه إلى حد هذه اللحظة. وقد أعلن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه وجه رسالة إلى وزير الداخلية بتاريخ 24 جانفي 2007 للاستفسار عن مكان وظروف اعتقال الموقوفين المذكورين، ولم يتلقى فرع الرابطة أي رد إلى حد هذه اللحظة. هذا وأعلنت السيدة كلثوم الغربي عن اعتقال ابنها محمد بن حسين الجندوبي 35 سنة عامل متزوج وله ابن عن إيقاف ابنها المذكور يوم 6 جوان 2007 بعد أن اقتحمت فرقة أمنية مقر سكن والديه بحي ابن كلثوم العاصمة. هذا وأعلنت السيدة نعيمة عبد الله الخيري عن تعرض ابنها أيمن الدريدي المسجون منذ شهر جوان 2005 وفق قانون مكافحة الإرهاب. أعلنت أن ابنها يتعرض إلى المضايقات والترهيب في السجن المدني بباجة لإجباره على التراجع عن الشكاية التي قدمها ضد مدير سجن برج الروم بنزرت في صيف 2006 والمتعلقة بحادثة تدليس القرآن على يد مدير السجن، وهو ما أكده فرع الرابطة بنزرت في شهر جوان 2006. قناة الحوار التونسي التقت أم السجين أيمن الدريدي التي ستتحدث عن ظروف اعتقال ابنها، نتابعها في هذا التقرير. مشاهدة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أم السجين أيمن الدريدي اللي موقف توا حاليا في باجة في سجن باجة. هو كأول مرة تشد نهار 6 جوان نهار الاثنين 7 متاع الصباح تشد وقتها 2005 تشد وقتها، وبقى معناها بقى وقتها ولدي غابر شهرين. مشينا حتى السسمة 9 أفريل يقول لي لا هذا مش موجود، هذا امشوا مازال في الولاية متاعكم. يرجع بيا كبير عمره 60 سنة مسكين تعذب في جرت، يمشي يرجع البوقاتف يقول له لا بوقاتف لا مش موجود عنا. أرجع في 9 أفريل حاصلوا شهرين ونحن على الحال هذاك. وقت اللي حصلوا الشهرين مشى اخوه ما نعرفش كيف، يعني سبحان الله ربي
طلع النمر مشى للمحكمه ولقى معناها اسم خوه ومشى عمل شاد زياره زرنا وقت طليت مشيت نطلع على ولدي نلقاه في حاله ماهيش حالته معناها حد في يقول لهم خدش فيكي شهرين ما جيتينيش وكلش عملوا قلت وليدي الله غالب راهم يقولوا لنا في الولايه نتاعكم مازال في بنزرت في وقت اللي انت في 9 افريل مد الحوايج لا اراك الله مكروه السعيك هذه اول حاجه الحوايج اللي مدهم لي السروال نتاع الحزام نتاعه منحي من معناها مقطع وفما تريكوات بالدم اثار في اثار عليه التعذيب الغلطه الوحيده اللي غلطتها انا في عمري في عمري نسيت نعاودها الحوايج وقت اللي رجعت في معناها من الساك عطاهولي حطيتها في المحطه نتاع الكار كي جيت خارجه نسيته هذيك تو قاعده نتندم عليها الغلطه هذيك معناها الشهاده الوحيده لولدي قالوا حطوني معناها التعذيب قالوا الكل وعلاش صحح هو وانه هو تحت التعذيب يقولوا تو باش تخرج اجا صح يا ولدي حاجات يعني تهمه ملفخه يقولوا انت ممول ارهابي شنو ممول ارهابي عنا ارهاب احنا في بلادنا ما نعرفش عنا ارهاب في بلادنا كلش الارهاب هذايا انا نتصور الارهاب هذايا جاي من جورج بوش هذاك هو اكبر ارهابي كل دوله عربيه يبث فيها الارهاب هذا معناش احنا ارهاب يقول لي حالات التعذيب شيء غريب حطنا فيه يعني مش موجوده معناها حتى في الاساطير في الكتب مش موجوده هذه التعذيب عن فيه ناس انسان معناها كانك انت ايش يقولوا فيها وحش ودم على الفريسه نتاعه جاي عنده مثلا جمعه سيبوه على سيبوك الفريسه نتاعه الناس اللي يخافوا ربي ولا يرحموا ولا الرحم يعرفوهاش بقى في 9 افريل وبعد ما نعرفش قداش من شهر ورجعوا البنزر في الداخليه 10 ايام تحت التعذيب 10 ايام وبعد معناها صحح على حق قويل هو ما عملهاش ولا ما معناها انا هو كيفاش خرج هو معناها من القرايه ما عندناش ما في حالناش نحن خرج على اساس وانه باش يخدم شهر ولا شهرين ولا 3 شهور ولا حاجه كيما هكا وباش يرجع يقرا معناها يقري باش يقرا على روحه قرا في التكوين وبعد مشى خدم في راسه اول شهريه يا ربي نعم عليك نهار 6 جوان وخدم في بال خدم حاسلو شهر قبل جوان ونهار 6 جوان ما هزو منين هالمهولة وش منين فو كان نعطيه كسكروت 500 ولا دينار باش يصرف هذيك مصروفة وقت له شو اللي إرهاب منين جي ما عنيش حاسلو ضغطوا عليه وزيد يقولوا له والله العظيم قال يقول لهم خاتي قال يقولوا لي اسمع إذا كانت تبدل أقوالك وتقول معناها أقوال أخرى نخرجك من السجن ونقول لك هذاك مش تعذيب راه التعذيب اللي ريته هذاك مش تعذيب معناها يحطوا له القزياز يحطوا له ما نعرفش يحطوا الصابون بالكابل يضربوا فيه ما نعرفش يقول بكل وحشيه يعاملوا فيه راه مش معقول راه في بلادنا يصير هذا مش معقول احنا حاسين ويرجعوه البنزرت ما نعرفش قداش من شهر في حبس الرومي برج الرومي يقرا هو في المصحف هكايا ويجيه المدير ما نعرفش كيفاه هكاكا من الله اعلم كيفاش الضغوطات اللي عملها له عمل معاه حاسلو نبزيات ولا حاجه كي من هكا المدير بطبيعته هو انسان واصل ولبس عليه وكل مدير السجن هذا عماد العجمي ويسيب عليه زوز لزماء واحد اسمه خالد والاخر اسمه عبد الرزاق معناها يشدوه ويضربوا فيه هكا بالبون ولا يهبطوا في الفطور يعفسوا فيه وهو مديه بالمينوت التالي يعفسوا فيه وكل مشيت نطلع ولدي لقاها في حاله مش حاله عاديه معناها عينيه وزرق وحالته حليله وكل حاسيلو اتصلت بالاستاذ نتاعو عمل له شكوى كيف عمل شكوى ما حبش معناها نائب وكيل الجمهوريه وقف قدامه وقال له معناها شنو القضيه نتاعك قال له السيد المدير هكا يعمل هكا يعمل فيا معناها ويضرب فيا بالمصحف على وجهي وقال له حتى انت سيد مفضل انت زاد حاسيلو ورجع كي رجع زاد عيط المدير مره ثانيه قال له انت كي هابط في الكهرباء ومشي للواحد المحكمه اش تحدث انت ولدي معك قال له ما تحدثش قال له سالته يا اخي انا سالته قلت له انت كيف قصتك
هو حق عام وانا معنا قال يعمل لي لا قال يهز المصحف قال يضرب بي على وجهي معناه على اليمين وعلى اليسار قالوا بعدي لوحة ولا يركله معناه يركله برجليه قالوا فما حاجة أخرى قال يقولي بيعني هذه حاجة قال يقولي بيعني ما نعرف شنو أنا ما حاجة نشل هذه شنو بيعني ما نعرفش بيع كيفين ما نعرفش قلت لهم بيعكش قالي كتف لي دي التالي ويحطني مدة 10 أيام للتعذيب في السمش معناه حرة وسو ويهب تسيلونات هذا يخلف معناه التعذيب البر للسمش وكل 10 أيام مدة 10 أيام ساعتين ونص يحط للشمس البر ويرجع قال يحطني في بيت ظلم قال يركح فيه بالبوني معناه يضرب فيه بالبوني وبعد بشكر فيه يعني شد فيه صحيح وهبط معناه عمل له محكمة ما معناه المحكمة دي كانت تكلف لها أيمنة ب60 دينار المحكمة الأولى المحكمة دي معناها طويقة مهبط على ولدي 120 دينار وقت اللي في السجن ونزيد أنا نصرف عليه 120 منين جاني 120 معناها يعني أصبح الظالم ولا مظلوم المظلوم أصبح ظالم بعث جوابات باسم الأستاذ متاعه أظن يقول الأستاذ متاعه ما وصلوش زاد بعث باسم الرابطة زادة ما وصلوش هذا يبعثهم من هنا زادة ويجوا يقولوا لها يلزمك يجيبوا لها أوراق يقول لها يلزمك تتنازل على القضية متاعك وتسامح المدير قعد ذلك الحالة ذاك معناها بعد ما هبطوا يحكم عليه 60 دينار وستين دينار معناه 120 دينار وبعد يهبطوا الباجة يحكي لي ولدي قال لي أنا معناه مزلت في الكهرباء يهبطوا فيه معناه قال لي رجل في الكهرباء ورجل في الطار قال لي هو الملازم ولا من عرش حسي له واحد من عون من الأعوان قال لي يقول لي أسمع يا سيد أنت قلت له نعم علينا إيه قال لي نعم أنت معناه لا تكلم حد لا توجب حد لا تأخذ حاجة من عند حد معزول كليا عن الناس وعلى يعني على البرة معناها كأنك إنسان مدفون بالحياة مش حطوه في عزلة في بيت وحدة فما قال لي فما أولاد قال لي مساكن قال لي سخفتهم كيفاه قال لي مدولي شربة ماء وعلى شربة ماء قال لي شدهم مساكن قال لي الله أعلم بهم تو ما نعرفش عليهم ما نعرفش الله أعلم بهم نقلهم من سجن آخر ولا معناها الاتصال بالآخرين لا وبعد بدهم منكم مدة 2 شهر كاكا بقى في عزلة واحدة وبعد حطوه في المجموعة توا موجود الآن لحد الآن موجود في المجموعة ويقولوا له ما تكلم حد وما توجب حد وخليك رايد كما يقولوا فيها معناه ما تكلم حتى حد هذا كيفيه ما يكلم رو إنسان هو مهما كان الإنسان عنده طاقة محدودة كيف يقولوا فيها كيفيه إنسان ما يكلمش حد معناه شو قلت لهم راني يا ناس راني مانيش في حبس غواتنامو مانيش في حبس اسرائيل انا في سجن تونس رانا توينسا في بعضنا احنا مهما كان رانا توينسا قال يقولي معليك كان تسكت هكا وفمك ما تحلوش ديما ساكت على راه قال في المجموعه قال ساعات كي باش نصلي قال يبدو تصفير ولا يعني اكل الاخرين الحق هو الوحيد فيهم يعني يصلي قال كان جيت نصلي قال بالعاني باش يمهم شوفية معناها شيء غريب نجي نصلي قال يبدو واحد قال يتعدي عفس لي يدي ولا ما يركب لي على ظهره معناها بصفه غريبه ما نعرفش شنو معناها باش يبطلوا في صلاته ولا من التخيليه حتى البرج الرومي فمعناها مك التعذيب وكل سنين ولد في السوسه وعندي يقولوا عندي اوجاع في صدري وجع في راسي عملت مطلب للمدير السجن يقول لي ولدي يقول لي معناها باش يبدلوا له الفرش متاعي قال لي عبارة نرقد على حديد قال فادي بدل الفرش واللي جيني طبيب يعدي عليا جيني واحد ما نعرفش يهزوني طبيب ما عرفش في تونس ما عرفش فين قال لي ما نعرفش على عارفين يهزوني قال له واحد لابس طبليه بيضه قال لي انت ما تستاهل لبس عليك انت تستاهل حربش اعصاب معناه يحب يخرجوه من عقله يحب يهبلوه في عقله طبيب تاع الحبس يقولوا لي معناه يحب يخرجوه من عقله هذايا كل قضيه وكل معناها تتلمت في حاجه برك هذه يحبوا معناها ملي كان في برج الروم يقولوا تسحب القضيه نتاعك ويجيبوا له يقولوا هيا فما اوراق الرابطه
بعثت بالصحفة يقولوا ما نصحش على هذا كل القضية متاع دنيس المصحف، فهمت كيفاه؟ يحبوا معناها ما أزاش هما ورطوه المرة الأولى في الداخلية، وزيد يحب الكامل يمرط يورطوه معناها يعني طول عمره يبقى هو مورط، فهمت كيفاه؟ يبقى طول عمره مورط. وزيد مدير السجن هذايا متاع برج الرنفت بالحديث يقول الأيمن ولدي يقول له والله ولو يحلف عليه يقول له والله والله إلا ما نعمل منك فار حبس وجربوه حبس ومهدده بالرصاص، يقول نقطة بالرصاص معناها شيء بوزيد معناه يحط هو ولده مثلا لو كان ولده يعملوا له كيكة، هو ما تصورش ولده لو كان يعملوا له كيكة، يعني كأنه يعامل فيها ما نعرفش نعرفش كأنه إسرائيلي كأنه ماهوش تونسي، كان محملش وقت لي احنا نحمل الجنسية التونسية وتوانسة أبا عن جد وأصلنا تونسي. العلم اللي رفرف هذاك هو الدم متاعنا، يحب هو. انا مره وقتها مشيت نطلع على ولدي ويحدث يودي على التعذيب وكل كلمه انا قلتها بالحق صحيح وانا مستعرفه بها، وفما اعوان معايا فميك، فم واحد يقول له انيس، فم واحد يقول له هذا العوان اللي دايرين بي. انا وقت نمشي نزور ولدي اربعه معناها اثنين منه واثنين منه، وولدي زاد اثنين منه واثنين منه كاين، وزيد يخلوني هذا في سسنا في برج الروم يا ذي معناها كاين مجرمين، مفهمتش كيفاه حصل كبير. نجي معناها مع الثمانية كاكا يخلوني حتى الـ11 آخر واحدة أنا باش نزور ولدي. عاد من جملت على ما يعني هبني في عقلي المدير هذايا معناها ولدي يتكلم في معناها حاجات ما منوش عارش به. قلت الولد قلت له بالكش هو في يصدر في الأوامر متاعه والأحكام هذه وكل، بالكش هو يحب ينحي الرئيس العابدين بن علي معناه يولي هو رئيس ويحكم ويعمل ويشنق ويقتل ويعمل كل شيء، فهمت؟ حتى الرئيس ما يعملش الأعمال هذه، فهمت؟ ده الولدي ب20,000 توا مدة شهر. صارت لي في 9 أفريل كيما هكا بعثت ما عند الولدي ما وصلتوش، زدت توا المرة هذية زاد كيف في حبس باجة في السجن متاع باجة قصيت له ب20 دينار زاد ما وصلتوش. ما نعرفش ترى نمشي للسجن يقولوا ما وصلتناش، نمشي للواحد البوسطة يقولوا لي ليه وصلت هذه، هما أوراق هما تثبت اللي هو يا سيدي ماهوش لا هو ممول ولا هو إرهابي. الأوراق متاع الشعرية مازالت موجودة في 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 رأس الجبل في المعمل خدم فيه موجودين، فهم الأوراق يقولوا لي هما مازالوا عند وكيل الجمهورية. عملت فيهم مطلب مشيت تقول لي هي الإعلام بالإرشاد بالإعلامية، مشيت للإرشاد بالإعلامية تقول لي مازال عند وكيل الجمهورية. هذا ما حب معناه نحب نستهذر بيه من نهار المحكمة تاع ولدي اللي هم يقولوا إرهابي وممول، منين هالممول هذايا؟ فوقت اللي أنا نعطيه 500 ولا دينار باش نعطيه مصروف، كيفاه الممول الإرهابي هذايا؟ حتى يلقوا للروح باش هو يمول واحد آخر، حتى أنا إحنا ناس معناها فقراء تحت الصفر رانا نعيش، يعني مربي معناها القفة كيفاش نهزها وكيفاش ندبرها نحي اللحمة باش ناكلها أنايا نحيها من فمي باش نهزها لولدي. المصروف نصرف على روحي معناه نهزها لولدي باش نصرف عليه. كي نقولك انسان مهمش مهمشين جوعانين معناه شيء غريب راه معناه نحي من انا بدك نحي من فمي ونهز باش لولدي فلوس باي يخدم شي يركب باب ولا يركب هكا يعمل ليك حيط الحاجة باش يعطيني باش انا وحدي نمشي لولد، المفروض باي يمشي عليه مو ولد شيء غريب. رانا وصلنا الحالة حالة لا يرثى لها معناها لا ولدي خدم وعاوني معناها في حياة الأمي وإلا خدم معناها وإلا خدم وقرا ورجع لقرايته، وإذا به معناها شدوه في السجن وتعذيب أكثر وأكثر معناها معناها تصور أنت القفة كيفاش نهزها له
أنا قلت لك معناها باباه يخدم واحد هاي عيط له يليق له حيط ولا يركب له باب ولا أكل فلوس هذوكم ناخذهم باش نشتري له شوية غلا ونشتري له دجاجة نخدمونا نحن ناخذوا طريف نشتري طريف من ولدي باش نركب وباش نزل معناها مصروف شيء غريب برشا برشا. تصور انت ولدي دخل بركال علي بصحته حتى تو ولا ما عادش عينيه محوقين ومرض وحاله حليله يا رسول الله راهو مش معقول راهو مهما كان ولدكم راهو تونسي معناها تونسي 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 معناها ابا عن جد معناها ولدكم راهو ولدكم راهو ماهوش غريب عليكم. طلبة تونس الذكرى 35 لأحداث 5 فيفري 1972 التي مثلت منعرجا مهما في تاريخ الحركة الطلابية في تونس. قادة الحوار التقت السيد الحبيب مرسيك الذي عايش هذه الأحداث من موقعه داخل الاتحاد وكان لنا معه الحوار التالي. في فيفري 52 تأسس الاتحاد العام لطلبة تونس في غمرة النضال الوطني وبدعم من أكثر القوى الاجتماعية تجذرا. لقد تأسس هذا الاتحاد يوما فقط بعد إعلان الثورة المسلحف منتج جانفي 52 من طرف كل قوى الشعب ضد الاستعمار الفرنسي الذي جابه نضال الجماهير بمزيد من القمع والقهر، خاصة منذ صدور مذكرة 15 ديسمبر 51 من لدن وزير الخارجية الفرنسي إلى رئيس الحكومة التونسية حول كيفية تسيير الشؤون الداخلية للبلاد. فخاضت الجماهير معركة الاستقلالية الاتحاد مدشنة بذلك أول معركة ديمقراطية تتعلق باستقلالية المنظمات الجماهيرية. كما طرحت الجماهير الطلابية معركة السياسة التعليمية في تونس لتتجذر نضالات الحركة الطلابية في السبعينات، خاصة مع وإثر حركة فيفري 72 المجيدة التي ثبتت وبدون رجعة الهوية النضالية لحركة الشباب الطلاب التونسي ولمنظمته المستقلة والمناضلة الاتحاد العام لطلبة تونس، التي وقع تثبيت خطها التقدم والديمقراطي الحقيقي. وقد خطت الأجيال الطلابية المتعاقبة وضمن التوجهات في فيفري 72 اللحظات المضيئة للحركة والشعب من خلال الالتزام بمشاغل وهموم وقضايا الجماهير الطلابية والشعبية عموما. محاولة من قناة الحوار التونسي لإحياء ذكرى حركة فيفري المجيدة، اتصلنا بالسيد حبيب مرسيت مناضل نقابي شارك في إعداد المؤتمر 18 الخارق للعادة في فيفري 72 وعاون العوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في هذه الأحداث. هذا ما قاله السيد حبيب مرسيت. العوامل اللي تعاملت مع بعضها وأفرزت يعني أحداث فيفري 72 لابد من الرجوع إلى المحيط الخارجي في البلد اللي كانت تمر به معناتها في الفترة هذيك تونس، والظروف الداخلية للحركة الطلابية، التفاعل العوامل الخارجية والعوامل الداخلية هي التي أفرزت يعني أحداث فيفري 72 بإيجاز. يعني تونس في آخر الستينات هي في مرحلة انتقالية، نهاية تجربة التعاضد وما نسميه بالتجربة الاشتراكية الدستورية وبداية تجربة جديدة. وكان طبعا هذه الفترة الانتقالية هذه كانت تمر فيها البلاد بصراع داخل الحزب وداخل الدولة وبين ممكن أن نقول هناك ثلاث تيارات. هناك طبعا تيار اللي كان يقود التجربة الاشتراكية نفسها بن صالح وجماعته، ثم التيار يعني الليبرالي أو الديمقراطي اللي كان يدعمه السيد أحمد المستيري والذي كان ينهض هذه التجربة الاشتراكية واعتبر أنه فاشلة وما يعتبرش كونها كانت تجربة ناجحة، ثم التيار يعني وهو في نفس الاتجاه الفكري ليبرالي ولكن أكثر محافظة وأكثر شدة اللي كان يمثلوه معناتها الهادي الميرا و
الصياح وعبد الله فرحات وبعض الأطراف المتشددة في الحزب. هذه التيارات الثلاث كانت تتصارع، وطبعا حسم الصراع في أواخر الستينات لصالح التيار المتشدد على حساب التيارين الآخرين، التيار الاشتراكي والتيار الديمقراطي الليبرالي. وهذه طبعا الطالب التونسي كان في نفس الوقت اللي يعني يسبي الأحداث هذه، في نفس الوقت هو يتابعها ويواكبها ويتفاعل معها. وعلى مستوى أيضا البلاد العربية كانت أيضا المرحلة هذه مرحلة هامة جدا، ومرحلة أيضا مرحلة انتقالية صعبة جدا. تعرفوا هزيمة 67 والانتكاسة التي عرفتها حركة التحرر الوطني العربية والحركة القومية العربية. الطالب التونسي كان نسبيا يعني مرتبط ارتباط وثيق بنفس الوقت، في مكان يعتني بقضاياه الوطنية كان أيضا يعتني بالقضايا العربية العامة ويعتني بالقضايا العالمية، وكان على بينة بكل هذه الأفعال في حدود إمكانياته، كان يحاول أن يتابع ويواكب مثل هذه التحركات ويتعامل معها بصفة أو بأخرى. هذا على مستوى خارجي، هذا المحيط الخارجي التي كانت تمر به الحركة الطلابية. على مستوى داخلي أيضا الحركة الطلابية كانت من أوائل الحركات منذ بداية الستينات التي تحاول أن تكون مستقلة نسبيا، أو عندها حيز من الاستقلالية أكثر بالنسبة للحزب الحاكم وبالنسبة لأجهزة الدولة. وكانت مشكلة استقلالية الاتحاد العام طلبة تونس منذ بداية الستينات كانت مطروحة حتى في فروع الهجرة خاصة، وسنجدها دائما موجودة في كل مؤتمرات الاتحاد، يعني من 63 65 67 68 كل مؤتمرات الاتحاد سنجد هناك كثير من الأصوات خاصة طبعا الطلبة اليساريين منتمين سواء الحزب الشيوعي أو منتمين إلى حركة أفاق، وحتى بعض القوميين وبعض البعثيين كانوا يطالبوا باستقلالية الاتحاد العام طلبة تونس. وهذه الحركة ستذهب تتصاعد شيئا فشيئا إلى بلوغ مظاهرات 67 بعد النكسة، وكانت الحركة الطلابية التونسية رأس حربة في مظاهرات وفي وذا اللي جاء على إثرها محاكمة محمد بن جنات ورفاقه اللي تشدوا في الفترة هذيك. ثم ستتواصل يعني الحركة الطلابية في تصاعد إلى حتى 68. 68 ستقوم حركات ضخمة وستأتي طبعا يعني القمع الشديد الذي وجهت به هذه الحركة ووجه به اليسار التونسي والمعارضة التونسية، وكانت المحاكمات الشهيرة بتاع 68. فهذا دليل أن الحركة الطلابية كانت في طليعة الحركة الديمقراطية التونسية والحركة النقبية التي تطالب باستقلال المنظمات النقبية والمنظمات الثقافية والمنظمات الاجتماعية بصفة عامة عن الحزب الحاكم. هذه الظروف الكبيرة اللي كانت واقبة الأحداث هذيك. طبعا عام 68 كما قلت القمع كان شديد، وستشهد الجامعة عام 68 نسبيا من بداية 69 شيء من التأخر النسبي أو التقهقر النسبي، ولكن سرعان ما جاء جيل ورفع يعني حربة النضال من جديد، وعاد إلى الحركة الطلابية والقواعد الطلابية، عاد لها جذوة النضال وجذوة المواجهة من شأنا. وسيقع يعني حركة مد كبيرة ياسر اللي افتكت براتيكمون كل قواعد الاتحاد العام طلبة تونس، كل الفروع وكل المكاتب الفيدرالية سواء داخل الوطن أو في المهجر وقع افتكاك. طبعا هذا معناته باش يؤدي انه في المؤتمر نتاع قربة باش تكون يعني تمثيلية المعارضة وتمثيلية اليسار أغلبية مريحة. على 185 سيكون 105 من المعارضة و80 من الحزب.
مع الإشارة اللي ثمين تاع الحزب ليسوا متجانسين، هناك كان فيهم أيضا هم أنفسهم صراعات وخلافات وكتل، وهناك من ينتمي إلى جناح المستيري، وهناك من ينتمي إلى جناح بن صالح، وهناك من ينتمي إلى جناح المتجدد إلى غير ذلك، لم يكن متجانسين للأسف. كما قلت يعني في داخل الحزب في تلك الفترة حسم الصراع ما بين التيارات إلى لصالح التيار المتشدد، فلما جاء مؤتمر قربة كان طبعا التيار المتشدد هو اللي ماسك بزمام الأمور، ولم يقبل بأن يسير مؤتمر الاتحاد كي خاصة ما جاء في اللوائح وما جاء في تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي متاع الاتحاد، أنه يريد أن يكون مستقل، الاتحاد يكون مستقل على الحزب ويكون له إدارة ممثلة وإدارة قيادة يعني منبثقة من بصفة على أساس الانتخاب وعلى أساس التمثيل الأكثر قرب من هواجس الطالب التونسي ومشاكل الطالب التونسي. فلم يقبل هذا الواقع وقام بتحرك ما نسميه بانقلاب قربة، يعني فوقع تدخل عنيف من طرف ميليشيا اللي بعثها الحزب وقتها لكي يوقف أشغال المؤتمر حينما تأكد بأن الأغلبية ماشية في اتجاه استقلالية الاتحاد وديمقراطية الاتحاد وتمثيلية الاتحاد، فتدخل بعنف وأوقف أشغال المؤتمر وأجهدت العملية وخرجنا من قاعة المؤتمر بالقوة، وواصل البقية الأقلية واصلت أشغالها وأنهت بعض ساعات أشغال المؤتمر وأصدرت مكتب تنفيذي وأصدرت لوائح لم تصادق عليها أغلبية المؤتمر. طبعا أغلبية المؤتمرين مباشرة عند خروجهم أعربوا بأن كل ما يمكن أن ينتج عن هذه الأقلية فهو لا يلزمها، وتعتبر أن المؤتمر لم ينهي أشغالها. شكلت لجنة خماسية لكي تتفاوض مع الحكومة وتتفاوض مع وزارة التربية وتتفاوض مع الحزب لكي تواصل أشغال وتخرج الاتحاد من المأزق والأزمة التي تردى فيها. للأسف يعني لم تلقى هذه الدعوة للحوار وإيجاد مخرج للمأزق من أذن ساغية من طرف الحكومة ومن طرف الحزب ومن طرف وزير التربية آنذاك. ومن هنا طبعا يعني ندخل في مواجهة مباشرة وصدام مباشر التي ستؤدي إلى أحداث في بريد 72. بداية السنة يعني 71-72 اتصلت اللجنة بالفروع واتصلت بالمكاتب الفيدرالية أو ما تبقى منها آنذاك، وأعلمتهم بنتائج المؤسفة للمؤتمر والانقلاب والهجوم الذي وقع والموقف الأغلبية بأنها لا تعترف بالقيادة التي انبثقت عن هذه الأقلية، ووقعت إعلام الطلبة بما حدث بكل صدق ووضعت القواعد الطلابية وقواعد الاتحاد أمام مسؤولياتها، أنه نحن منذ سنين ونحن نقبل دائما بأن الحزب يعني نوصل إلى المؤتمر ونوصل ساعات مش أغلبية كذا، ولكن يعني نتنازل دائما. فالآن يعني الأغلبية مشت في القطيعة ومشت في أنه لابد من الصدام ولابد من المواجهة، وهذا ما وقع. بدأت يعني التحذيرات لأن طبعا يعني بقايا المؤتمرين واللي مازالوا متواجدين بالدراسه في صفوف الدراسه، لان عدد قليل يدير من المؤتمرين غادروا صفوف الدراسه لانهم انهوا اجازاتهم، البقيه هذوم من المؤتمرين ومن المكاتب الفيدراليه ومن الفروع سيكونون يعني قياده مؤقته للحركة الطلابية، واللي باش هي التي ستنظم صفوف الطلبة لإنجاز تتمة أشغال المؤتمر، ولي أيضا في نفس الوقت لم تغلق الحوار مع الحكومة، وصلت الحوار مع الحكومة ومع الحزب. فتشكلت إذن يعني قيادة مؤقتة من المؤتمرين ومن أعضاء المكاتب الفيدرالية، وبدأت في الأعداد للمؤتمر لمواصلة أشغال المؤتمر.
في اتجاه يعني فرض هذا المؤتمر على الحكومة وعلى الحزب، ووضع الحكومة والحزب أمام مازق، أما أن تقبل القيادة الجديدة أو أن ترفضها. ومن هنا بدأت التحضيرات للأشغال، ومركز وقع مركزة العملية هذه من طرف لجان اللي كانوا خاصة في المؤتمر، سواء من كلية 9 أبريل أو من كلية طب أو من كلية الحقوق أو من كلية العلوم أو من المدارس الهندسة وغيره مختلف أجزاء الجامعة. وقامت هذه اللجنة أو القيادة المؤقتة هذه بالأحداث لأشغال المؤتمر، فبدأ وقرر أن يقع الأشغال في المركب الجامعي بحضور أكثر عدد ممكن من الطلبة وبإحاطة من الطلبة، على أن تقع في الأيام الأولى يعني تشريك الطلبة في حتى يضعوهم في صورة الحدث عن طريق اللوائح وعن طريق القانون الأساسي وغير ذلك، وبعد يوم أو يومين تبدأ فعليا الأشغال المؤتمر، تبدأ الانتخابات وتبدأ الأشغال الفعلية والرسمية للمؤتمر. للأسف طبعا سيقع بعد اليوم، في اليوم الثالث سيقع التدخل بعد أن كان هناك نجاح منقطع النظير. كل المواقع الجامعية اجتمعت ووقع إحاطة وبدأت الأشغال فعلا في الكمبيوتر، ولكن للأسف كما قلت سيقع إشهاد هذا العمل في اليوم الثالث، حينما شعرت الحكومة بأن سندخل المرحلة الحاسمة هي أشغال المؤتمر الرسمية والانتخابات وأشغال الفعلية للمؤتمر. وفي علاقة بالأوضاع الطلابية، نظم طلبة كلية منوبة في شعبة السينما يوما احتجاجيا في علاقة بالأوضاع المتردية لدراستهم. قناة الحوار انتقلت وواكبت، فكان لنا هذا التقرير. يعيش طلبة شعبة السينما والتقنيات التلفزية بكلية الآداب بمنوبة حالة من الضياع والإحباط نتيجة تهميشهم من قبل سلة الإشراف التي أوهمتهم بشعبة لا صلة لها بالسينما ولا بتقنية التلفزة. فالطلبة يشتكون من قلة التجهيزات والمخابر في بلد المعجزات الاقتصادية، وعدم توفير الإدارة لإطار تدريسي مختص ولا حتى تربصات وزيارات ميدانية، وهو ما دفعهم بتأطير من المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس فاطمة البحري إلى الدخول في حركة احتجاجية للحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه. كاميرا الحوار التونسي كانت كالعادة في قلب الحدث لتواكب نضالات الطلبة. كلية الأداب والفنون الإنسانية بمنوبة، الشعبة التركية عندها تقريبا 3 سنين من اللي تحطت، وإحنا نقومي بروميسيون. الشعبة تحطت في إطار أنه تونس تسعى لأنها توصل عدد الطلبة في البلاد الأنسرتان نومبر 500,000 طالب، في إطار معناها الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي في إطار سوق الشغل. الشعبة هذه كما قلت لك شعبة وهمية خاوية المضمون، مسائل البيداغوجية فيها ما تتجاوزش كونها ثقافة عامة، برنامج التعليم فيها ارتجالي، ما خذتش الشعبة حقها كما يلزم سواء بيداغوجيا وإلا في إطار الماتريال لازم يكون موجود. معناه كما تعرف شعبة سينما معناه تعامل مع تقنيات ومع ماتريال وواحد كل شيء. تحركنا همشتنا الإدارة ما تعملتش معناها مع المطالب بتاعنا بالجدية كافية، معناها كانت تعمل معنا معناها جلسات يكون في إطارها معناها وعود مرينا منها حد شيء لحد الآن. وصلنا للتروازيام اني وداخلين على بروجي فان ديتود من غير ماتريال، من غير كم معناها معلوماتي وكم تأهيلي واضح،
يخلي يسمح لك باش تقوم بالبروجي دو فان دو تيود نتاعك في احسن الظروف، الى جانب كونه مش تاخذ الشهاده خاويه من اختصاص، معناها ما تتوتاش هي وسوق الشغل لبرا. شيد وزورك على المزارع من تدينا وعليك بينا، شيد وزورك على المزارع من تدينا وعليك بينا. دليل كونه الوزاره عاجزه على انها تحيط بالشعب هذه الإحاطة الكافية أنها قصتها. تحياتنا للأكاديميين اللي واقفين مع الطالبة، بالطبيعة من عمرنا ما نغفر خيانة الأكاديمي للطالب. ازاي وانا ايوه على خاطر سيرتيف دو باز، يعني الماتيال الأساسية، يقاري فينا بروف يقيد في اللابيل بالأورديناتور. آخر العام نحضر له كل سيانس ويعيط لي آخر العام قال لي اسمك مش موجود في الأورديناتور، يعني أبصاع عام كامل. وطيحتني سيرتيف هذيك وعاودت العام وبقات لي نفس النوت في العام الأول والعام الثاني اللي عاودت البريمير أني وقريت وصلت للكنترول نلقى روحي طايحة كنترول. حضرت جمعتين وانا حضرت كنترول ستريسي وكما تعرف احتعاط العام. قريت عديت الدفار الاول في الكنترول، في الدفار الثاني خرجوني قالوا لي راكي ناجحة عندك دوس في سرتيف راكي ناجحة، نورمال موراني ناجحة من العام الاول. واللي بعلينا بالمواجع احنا نواجعنا وانتهينا، واللي بعلينا بالمواجع احنا نواجعنا وانتهينا، وعرفنا من ما بقي رحنا وعرفنا صوتنا وتلاقينا. يعني شعبة وهمية بأتم معنى الكلمة. حسب رأيك شنو المستقبل اللي يتوقع طالب في شعبة وهمية؟ الحاجة الوحيدة اللي نستنى فيها من السينما اني نكمل من منوبة ونخرج من منوبة ونبدأ من جديد. حتى كان حبيتها شعبة باش نبدأها من جديد، نقراها في بلاصة أخرى، في أي بلاد أخرى، في فرق أخرى. المهم ما عنديش حتى حاجة على السينما من منوبة، ما خرجت حتى شيء. وشكون يتحمل المسؤولية فيها ثلاث سنين اللي قريتهم ما خرجت بهم حتى شيء معناها؟ البروف اللي حط الشعبة، اللي الإدارة اللي مش مسؤولة على الطلبة، واللي حط الشعب أصلاً في الدليل وأوهمنا بيها وكتب تقنيات تلفزية وسينما. الشمس
نقراو فيه؟ نحنا نقراو في اون شوز تيوريك، نقراو على ليستوار دو سينما اللي هما يقراو فيها جماعه الفرنسي نورمالمون والا دوكيومونطاسيون، ونقراو على حاجات انفورماتيك يقراو فيهم جماعه الملتي ميديا. يعني جابوا لنا كل شعبه من بلاصه، كل ماتير من شعبه، وحطوا لنا شعبه نقراو فيه. لا علاقه. اكتب على كفي على كفي والحبر من دمي يا عزوتي قومي يا عمتي ضمي. اكتب على كفي على كفي والحبر من دمي يا عزوتي قومي يا عمتي ضمي. احتجاج طلبة السينما والتقنيات التلفزية فهمتني بمنوبة، حابين نحسوا سلطة الإشراف، الطلبة في حد ذاتهم اللي هم يعيشوا صمت رهيب، مش يحتاجوا على وقعهم، مش يحتاجوا على الوضع الرديء بتاع الشعبة برابور اللي نشوفوه معناها في المعاهد الأخرى كما إيزاك أو الشرقية أو غيرها، معناها من كليات تتمتع برشا معناها تقنيات خاصة فهمتني كماتريال لأن في منوبة معناها لا عرفنا الشعبة أنها شعبة تاع نظري أو شعبة تاع تطبيقي، معناها مجرد مواد يعدي بها لومبلوان تاعه فهمتني، مجرد مواد باش يعدي بها الوقت يعدي بها السنة وينجح الطالب فهمتني، بعد ثلاث سنين يلقى روحه فهمتني عنده شهادة ما عنده حتى صيلة معناها بالواقع السينمائي. مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر، أما المسيح سهل ومريح يقطع لكني بر. مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر، أما المسيح سهل ومريح يقطع لكني بر. طالب يقرأ سنة ثانية سينما وتقنيات تلفزية مازال ما يعرفش حتى يتصرف مع ماتريال، مازال ما يعرفش اش معناتها كادر، اش معناتها بلون، اش معناتها فهمتني سينما في حد ذاته، يقرا في مواد ما عندها حتى صله بالشيء فهمتني، اون برانسيب يقراه معناها مجرد لجم لافواه فهمتني في الملام تاع طالب باش يسكت ينجح صحيح يسكت يقول له انت راك باش تنجح، مي اون فان باش تنجح بعد الوزن باش تلقى روحك اللي انت فارغ ما عندك شيء في مخك. الخط في دا خطي والبل تصور انت 120 طالب عندهم كاميرا في 120 طالب، اسكي هذه قادر باش تعمل بروجي فان جديد، اسكي قادر باش تخدم بها عمل معناها تقدمه في 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 شهاده ختم الدروس، كاميرا فهمتني تقرا ماتير سون، اسكي سون يتقرا حاجه تيوري تجي تحكي مع الاستاذ في حداته مش مقتنع بالشيء اللي قرا فيه، يقول لك انا باش نهبط اكزام مش عارف باش نهبط الاكزام فهمتني. دونك الورشه هذه انطلقت من الواقع معناها دي بليس معناها البريمير اني سكرت بعثوهم للشرقية والجنس الطاوة وين بعثوهم فهمتني، بقات دوزيام اني تروزيام اني تروزيام اني حاجة دوزيام اني حاجة معناها باش ينجح من دوزيام اني اللي ماتيري اللي يقرا فيهم مش باش يكملهم في التروزيام، علاش؟ الخطر الماتيري اللي يقرا فيهم مجرد امبروفيزاسيون سير سان معناها مجرد ناس تعطي ماتير وليدة لحظة معينة ويخلي الأهم ويحكي في الأهم فهمتني، سي جراف. دونك ما عادش معناها يكفينا معناها الصمت فهمتني، ولن يكلفنا النضال اكثر مما كلفنا الصمت. وصلت الى 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 الى, إلى حد الاقصى معناها سي مع وصلت الى الالم ان البشر ما عادش عايش وهم، معناها عايش بون شرينا الوهم بيدينا صحيح سي لو فوت كي فهمتني، هذه مشكلة تشكون اسكي مشكلتنا احنا اسكي مشكلة فهمتني منظومة كاملة ما فهمتني بيداغوجية اسكي مشكلة فهمتني سلطة اشراف. دونك احنا عملنا ورشة العمل باش نوصلوا صوتنا حتى من خلال ورقة معناها باعتبار احنا سينمائيين ونحبوا يلجمونا افهمنا اسكي احنا ناس يوما اخر باش نجموا نعبروا على واقعنا، اذا كان احنا اليوم يسكتونا اسكي بعد احنا اهل باش نكونوا مسؤولين على واقعنا. سلامي يا ارضنا يا غيث الفلاحين.
سلام يا أرضنا يا غيطان الفلاحين يا ورشة الصنايع يا بحور الصيادين يا ورشة الصنايع يا بحور الصيادين يا مدرسة يا جامعة سلام والدنيا زامة يا مدرسة يا جامعة سلام والدنيا زامة يا دشمة يا خنادق يا مدفع يا بنادق يا دشمة يا خنادق يا مدفع يا بنادق رضيين والدنيا راضية يا سلام 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 سلام. حوار الفنون برنامج يهتم بالساحة الثقافية في تونس. قناة الحوار التونسي تشرع في تغطية الأنشطة الثقافية وكبداية مسرحية رهائن. نظمت بلدية تونس بالتعاون مع مسرح الحمرة سلسلة من العروض لمسرحية رهائن أيام 12-13-14 جان في 2007. رهائن قامت بسلسلة من العروض خارج الجمهورية بمصر، الإسكندرية، دمشق، حلب. رهائن من إنتاج مسرح الحمراء فيفري 2006. كنا في المسرح البلدي والتقينا فريق العمل وسألنا عز الدين جنون مخرج مسرحية رهائن. هي مسرحية رهائن آخر عمل للمسرح الحمراء موسم 2006. قمنا بعدة عروض داخل مسرح الحمراء من تقريبا شهر فيفري إلى شهر 6 يعني شهر ماي، ثم تحولنا إلى الشرق الأوسط وقدمنا في القاهرة، في إسكندرية، في دمشق، وفي حلب سلسلة من العروض تقريبا 10 عروض داخل هذه المدن. في ولقات معناتها جولة، لقات صدى كبير ياسر على مستوى الجمهور العربي والمتفرج العربي في المسرح. آخر أعمال دونك المسرح الحمراء تحكي على رهائن، تحكي أساسا